السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب سنة تالتة ثانوي. معانا بقى خلاص الحلقة قبل الأخيرة، الفصل اللي قبل الأخير في قصة Great Expectations. طبعا نهاية الفصل اللي فات ان كان في مواجهة ما بين بيب ومس هافيشم، ان هو أبدى حزنه الشديد ان هي ما طلعتش هي السكريت بينيفاكتور طبعا، وبدأت بقى تقوله في الآخر تعتذر له وتعيط وتحس ان she felt regretted، ان هي او regretful، ندمانة على اللي عملته، وبدأت تحكي له قصتها. طبعا هو already عارف القصة من هربرت، فهو بيقول بقى لخصها، بيقول when Miss Havisham's fiancé left her، لما تركها خطيبها بقى. اهو الجزء اللي احنا كنا بنجاوب عليه بالأسئلة. her heart was broken، قلبها انفطر طبعا. As the time passed، عندما مر الوقت، however she wanted to take revenge on men، قررت انها تنتقم من الرجال. she decided to adopt a daughter، قررت تبنى ابنه، so that she could teach her how to break people's hearts، عشان خاطر تعلمها ازاي تكسر قلوب الناس او تفطر قلوب الاخرين. طبعا when she told Mr. Juggers that she wanted to adopt a little girl، he brought Stella to her. He told her that Stella was an orphan، إن استيلا يتيمة. طبعا كده كان كده طلع إن مستر جاجرز هو اللي بيكذب عليها، وإن he deceived her، قال لها إن البنت يتيمة. وهنعرف قصة البنت إيه. فبتقول له it's my fault، إنه خطأي. that Stella is cruel، إن استيلا بقت قاسية. forgive me باب، سامحني. Miss Havisham cried، قعدت تعيط. I told her that there was nothing to forgive، قال لها سامحك على إيه. I knew I would always love Stella، عارف ان انا طول عمري هحب استيلا. even if، حتى لو she was cruel to me، حتى لو كانت قاسية عليا. Miss Havisham سمعت البقين دول was crying more now، قعدت تعيط اكتر. I didn't know how to help her، كنتش عارفة اساعدها ازاي. so I thought that I should leave، قررت ان انا اغادر بقى خلاص مش عارفة اساعدها. I طبعا before I went I walked for a while in the untidy garden، قعدت اتمشى شوية في الحديقة اللي هي كانت غير مرتبة. it was full of memories، كانت مليانة بالذكريات. يا ترى ذكريات ايه موكوس؟ تعال نشوف. I was thinking of Stella، كنت بفكر في Stella. and my first meeting with Herbert، هي دي الميموريز تمام، واول مقابلة ليا مع هربرت اللي هو ضربه ووجع له يعني. when I suddenly had a terrible feeling، فجأة جالي شعور سيء، قلبه انقبض كده. ليه قلبه انقبض؟ I was sure that something bad had happened to Miss Havisham، حسيت وكنت متأكد إن في حاجة حصلت للسيدة هافشام. so I ran back to her room، الصدمة بقى. I quickly opened the door، Miss Havisham was still in her chair، but شبه she was screaming، كانت بتصرخ. ليه كانت بتصرخ؟ a spark، شرارة، from the fire، من النار اللي كانت طبعا بتاعت الشموع وكده. had fallen on her wedding dress، وقعت على فستان الزفاف بتاعها. مش عارفين بقى هي اللي ولعت في نفسها ولا صدفة. and now it was burning fiercely، فستان كان يشتعل بشراسة. I was wearing a thick coat، كنت لابس بالطو كثيف سميك يعني. so I took it off، خلعت البالطو. and used it to cover her، ورحت مغطيها كده كعازل. and put out the flames، put out يعني ايه بقى؟ معناها يخمد، وفليمز اللي هو اللهيب او اللهب. I also pulled the table close، رحت بقى للأوضة المجاورة، سحبت table close اللي هو مفرش السفرة. of the table، بعيدا عن المنضدة. in the dining room، اللي كان في غرفة الايه؟ الطعام او السفرة. and used that، واستخدمته برضو يلفها بيه. طبعا to wrap hair، the spiders، العناكب ran away، قعدت تجري in all directions، في كل الاتجاهات. I didn't notice، لم ألاحظ. that I had burned my hands، إن أنا الإصابة بقى اللي جات، إن أنا جرحت إيديا أو حرقت إيدي. until the fire was out، ما خدتش بالي إن إيدي اتحرقت حتى خمدت، أو تنى يعني خمدت الحريق. and we're lying on the floor، وكنا مرميين على الأرض. of the black and burned room، بقت خلاص الغرفة بقى محترقة وسوداء من إيه؟ مكان النار. Miss Havisham was badly injured، يعني هنا دلوقتي لو جه لك سؤال ان everyone got what he deserved، كل واحد حصل على ما استحقه، ان Miss Havisham was badly injured and unable to move، وبقت غير قادرة على الحركة.
The doctor came and then I waited for Miss Havisham's relative to arrive. وفضلت مستني أقارب السيدة هافشام إن هم يوصلوا. طبعا it was late in the afternoon. وصلوا طبعا متأخرا بعد الظهيرة. Before I opened the gate to leave. فتحت البوابة لكي أغادر. As I left I heard Miss Havisham crying out. أنا وأنا بغادر سمعها بتصوت فوق. Again and again. Forgive me. Forgive me. سامحني سامحني. يعني هي عارفة كده ان هي she got her punishment. حصلت على العقاب بتاعها. I was in pain. انا كنت في ألم. وانا كنت قلت لكم ان pain ألم ينفع نفسي وبدني. When I reached my lodging. لما وصلت للسكن بتاعي. That night. السكن بقى اللي هو فيه هربرت وبروفيس اللي هو جنب النهر. So Herbert washed غسل and bandaged. Bandaged يعني غطى بالضمادات. My burned hands. ايديا اللي كانت محترقة. If I sat quickly. لو جلست بهدوء and rested وارتحت تلاقي فجأة ان my mind immediately went back to the terrible fire. بيفتكر الحديد الحريقة المفزعة. Herbert noticed this. كان ملاحظ الرعب اللي انا فيه. And شوف بقى هنا ده دليل انه صديق في ايه. Did his best to talk to me about other things. ليه؟ To make him forget. عشان يخليه ينسى ذا شوك الصدمة. طيب as he worked وهو بقى بيربط ايده بيشتغل. He told me that he had had a long conversation with Provis. قعد حكى مع Provis كده. على فكرة هربرت ده تحس ان هو خالتي اللتاتة فاهمين ازاي. And had learned much more about his past. وعرفنا وقال هربرت كتير بقى عن الماضي بتاعه. تعالوا بقى نتصدم يلا. About 20 years ago من 20 سنة Provis was in love. كان بيعشق او بيحب a young woman شابة صغيرة. was in love with يعني كان في علاقة حب مع واحدة called Molly. ايه Molly؟ Herbert said they were married. اتجوزوا and had a daughter. خلفوا بنت. Provis loved the child very much but one day after an argument بعد جدل بينه وبين Molly. Molly disappeared اختفت with the little girl. خدت البنت وهربت. Provis was afraid that his daughter was dead. كان خايف ان بنته تكون ماتت. فعمل ايه بقى؟ وبعدين هو سكت كده. فلقى طبعا بيب تنح وغير تعبيرات وشه وقال له او سوري ديد اي هيرت يو از ذا باندج تو تايت. هي الضماده ضيقه على ايدك تمام كده. يعني هو فاكر تعبيرات الوش اللي على بيب دي ان هي بسبب ان الضماده ضيقه. فطبعا قال له نو نو نوت ات اول هربرت يو ار فيري جنتل. انت محترم. بليز كونتينيو ذا ستوري. كمل القصه. قال له افتر سيفرال مانثس Provis heard that Molly had been accused of murder. يعني سمع انها اتهمت بجريمة قتل. Some people thought that she had killed that child. انها قتلت بنتها. As well as an older woman. وقتلت واحدة ست عجوزة. Provis was very upset. انزعج. And didn't go to the court. ولم يذهب للمحكمة. Mr. Juggers worked as Molly's lawyer. لكن اللي كان محامي مولي هو Mr. Juggers. And she was acquitted. Acquitted يعني اصبحت ايه بريئة. برئت من الجريمة تمام. But Provis doesn't know what happened to Molly or their daughter after that. مين بقى اللي طلع عنده السر ده كله؟ المفتري اللي اسمه مستر جاكرز. يعني هو عارف البنت فين وعارف ايه اللي حصل لها ومع ذلك ما بلغش Provis تمام. Herbert I cry this is incredible. دي حاجة ما تصدقش. Provis is Stella's father. Provis ابو استيلا. I went at once to Mr. Juggers and told him that I knew that Molly and the Provis were Stella's parents. رحت بقى واجهته قلت له انا عرفت ان هما ابوي ستيلا. He explained that when Molly اللي حصل بقى ان when Molly left Provis she had hidden Stella. خبت منه ستيلا. انا مش عايزاها تبقى في طريق الاجرام بتاع باباها. عايزه البنت بنتها تنضف يعني تبقى نظيفه. Because the little girl suddenly disappeared وبسبب اختفاء البنت Molly was accused of murder. يعني البنت هي خبت البنت في حتة عشان حش يوصل. فافتكروا انها قتلت بنتها فبلغوا عنها. Miss Havisham wanted to adopt a little girl. السيدة هافشام أرادت أن تتبنى طفلة at that time. فبالتالي so he took Stella to her. خد Stella لها. And once Molly was free from prison. وأول مالي ما طلعت من السجن he asked her to become his housekeeper. قال لها إنها تبقى ربة إيه المنزل بتاعته أو مديرة البيت بتاعته. Now that you know the truth. انت دلوقتي عرفت الحقيقة. I advise you not to repeat it to anyone.
ما تكررش الحقيقه دي لحد. مستر جاجر سيد اي بروميسد ذات اي وودنت تيل اني ون، قال له انا مش هقول لحد. سون افتروردز تو ليترز وصلوا خطابين arrived. One was from Mr. Wemmick. Wemmick اللي هو كليرك الموظف at Mr. Jaggers telling Herbert and I that it was time to help Provis escape. خلاص خطاب مستر ويميك بيقول فيه لهربرت وانا ان خلاص بدأوا جهزوا وحجزوا لهم في السفينة اللي هتاخدهم بره ايه انجلترا. تمام. The second letter didn't say who it was from. الخطاب التاني كان مجهول المصدر مين هو مش عارفين. It promised ايه بقى محتواه؟ بيوعد that I would find out ان انا هكتشف more about prophets if I went that night to an old house on the marshes على المستنقعات near my village اللي بالقرب من القرية. تمام يعني تعالى قابلني في العنوان ده وانت هتعرف معلومات تانية عن prophets. I thought this was probably important. He was curious بقى كان عنده فضول. So I decided to leave at once. But first I left a note تركت طبعا ملحوظة for Herbert telling him what had happened. حكى له على اللي حصل. قال له على الجواب ومش عارف مصدره ايه. It was dark. الدنيا كانت ضلمه. And wet وبتمطر مطر خفيف wet مبلله. As I walked to the old house on the marshes that evening هذا المساء. The pale light كان فيه ضوء شاحب of a candle من شمعه in downstairs window في شباك في الطابق السفلي. Helped to guide me there هو اللي ساعدني في الطريق هناك. I knocked on the door دقيت على باب البيت ده but nobody came. محدش يعني رد عليا او محدش جاء يفتح لي. Then I tried the handle جربت المقبض. Handle verb احنا واخدين verb يتعامل مع. طب لو ناوي المقبض الباب جربت المقبض بتاع الباب. And I found out that door opened easily يعني فتح كده لا اتفتح مش مقفول من جوه. As I went into the building دخلت المبنى however I was hit by something ضربني حاجة على ظهري او على دماغي. Who is this? مين؟ I shouted help help قعد يطلب مساعدة بس محدش ايه موجود. A man's strong hand ايد قوية لرجل held me against the wall دفعتني للجدار. حد كده راح دفعه كده على الجدار with my burned arms بسبب دراعي المحروق. I couldn't fight معرفتش اقاتل. Then I was tied up ربط tie يعني يربط by the light of the candle في ضوء الشمعة. I recognized Orlick. يطلع مين بقى اللي عامل فيه المقلب ده؟ Orlick. فأورلك بقى بغل بقى. Now I have got you. أخيرا مسكتك. Said Orlick in a loud voice. صوت عالي. Then he shouted. قعد يزعق. I'm going to stop you. أنا هوقفك. You have always spoiled things for me. أنت دايما كنت بتفسد كل شيء بالنسبة لي. I lost my job at Miss Havisham's because of you. أنا خسرت وظيفتي بسببك. And you told Biddy not to trust me. ورحت قايل لبيدي ما تثقش فيا. فالمهم I knew that كنت عارف بقى calling ان النداء for help للمساعدة wouldn't would make no difference مش هيحدث اي اختلاف. ليه؟ Because the house was too far from any other building. المبنى كان isolated منعزل. As I stood there وانا واقف I tied up against the wall مربوط في الحيطة I thought of all people who would suffer. الناس كتير اللي هتعاني if I died now. يا سلام زي مين بقى يا اخويا؟ قالك بروفيس would think I had deserted him. هيعتقد ان انا هجرته ان انا هربت منه. تمام. هربرت would be sad هيكون حزين ان صاحبه اختفى. جو اند بيدي would never know how sorry I was for my behavior towards them. هيقولوا طبعا مش هيعرفوا قد ايه انا حاسس بالندم بسبب سلوكي تجاههم. فبيقول I'm going to tell you something. He said quietly. قال له أنا هقول لك على حاجة. You made me angry and jealous. أنت خلتني غضبان وغيور طول الوقت. So I took my revenge. كده أنا باخد انتقامي. Now I knew what had happened. Orlick had found. قعد حكى له بقى. أنا وجدت Brovis leg irons. قال له أنا لقيت الكلبشات بتاعت Brovis years ago من سنين. When they were forgotten on the marshes. لما انقبض على بروفيس ونسوا بقى الكلبشات بسبب الخناقة. So Orlick had deliberately عمدا left the rig irons in the kitchen. هما خلاهم عنده لغاية ما يعزهم. وبعدين لما جه الوقت بقى انه عزهم لما تهجم على اخت بيب فساب دول كدليل ملفق. فاهمين ازاي؟ left the rig irons in the kitchen when he attacked my sister. لما هجم على ايه؟ اختي. Nearly تقريبا everyone who saw it
It thought that a convict had committed the crime. Commit يعني ايه؟ قلنا يرتكب، ان متهم هو اللي ارتكب الجريمه، يعني هو عمل misleading، عمل تضليل misleading للبوليس. تمام. But now Orlick was going to kill me. خلاص أورليك هيقتلني. He ran towards me. وهو جاي يجري عليا. I fainted. أغمى عليا. When I opened my eyes. فتحت عينيا. Herbert was next to me. لقيت هربرت قاعد جنبي. And Orlick had gone. وأورليك اختفى. When I left my house that morning. بقى ادالك التفسير بقى فلاش باك. لما غادرت المنزل الصبح. I had dropped. أسقطت. Orlick's letter, خطاب letter, in the entrance hall, عند المدخل بتاع our rooms, الغرف، الصالة اللي قدام الغرف، مدخل الغرف. After I had left, بعد ما غادرت, Herbert had found my note, لقى الجواب بتاعي, and the letter, والخطاب اللي هو كاتبه له. He had started to worry, بدأ يقلق. He had met Startup, الولد اللي هو كان ساكن معاهم. A friend from Hammersmith, صديق كان بيتعلم في بيت Mr. Matthew Buck في Hammersmith, في منطقة Hammersmith. And together they had followed me to the marshes. وراحوا ورايا عند المستنقعات. He arrived with a group of men. وصل بمجموعة من الرجال from the village. And this had saved my life. وده أنقذ حياتي. But now, أورليك فين؟ محدش يعرف. There was no time to look for أورليك. ما كانش عندنا وقت ندور على أورليك. ليه؟ We had to help Brovis escape. لازم نساعد Brovis على الهرب. Any delay would be dangerous for him. أي تأخير هيكون خطر عليه. Herbert and I had already made plans to help Brovis escape. عملنا خلاص خطة عشان نهرب Brovis. I was to go. كنت مضطر أذهب with Brovis abroad. يعني الخطة دي بتقول إن أنا I had to go with Brovis abroad. I was to بتساوي had to. تمام؟ So I quickly bagged my suitcase. عبقت الشنطة. And took it with me to the river. خدتها معايا للنهر. Where Herbert and Startup were waiting by our boat. كانوا منتظرين بجوار القارب، يعني انهم كانوا راكنين القارب قدام البيت بتاع اللي جنب النهر. نزل بقى لما حكته خد Brovis. لا طبعا Herbert و Startup مستنيين جنب المركب. We didn't know exactly we were going. احنا ما كناش عارفين رايحين فين. But we had to get Brovis out of the country without anyone else seeing us. من غير ما حد يشوفنا. The sun shone. الشمس اشرقت. As we rowed. عندما كنا نجدف along the river. along هنا بمحاذاة النهر. So that no one would notice anything strange about us. يعني هما بقى مش ايه مش مبينين للناس ان هما هربانين. لا الدنيا تمام. Brovis joined us in the boat. كان معانا في القارب. When nobody was watching. حدش كان بيراقبنا ساعة ما ركب. And we went further down the river. ورحنا ابعد في النهر بطول النهر. Late that evening. في هذا المساء بقى مؤخرا او متأخرا. We tied our boat up. ربطنا المركب. And spent the night at a nearby inn. ربطنا المركب على الشط واستنينا ايه في حانة. We continued our journey the next day. وكملنا الرحلة اليوم التالي. Until we came to the place. Where ايه بقى steamers. steamer يعني باخرة. انت واخد ان steam بخار. steamer الباخرة او السفينة. took on بتحمل passengers ركاب. Then we stopped our boat in deep water. وقفنا المركب في عرض المية في المياه العميقة. And waited وانتظرنا. مستنين اشارة اللي هم حاجزين تذاكر في الخفاء كده. About an hour later the steamer to Hamburg appeared. ظهرت. We thought that this boat would be our best opportunity. كنا فاكرين ان المركب ده هيكون افضل فرصة لينا. We felt confident. كنا حاسين بالثقة. That nothing was going to go wrong. ان مفيش حاجة هتسير خطأ. With our plan. Brovis and I said goodbye to Herbert and the Startup and stood up. وقفنا. But as we did so. عندما كنا نفعل ذلك. Another boat stopped next to ours. وقف بجوارنا. In it were some police officers and an older man. كان في بعض ضباط شرطة وراجل عجوز. It was Compson. My heart nearly stopped in surprise. قلبي وقف من الدهشة. But Brovis was the most surprised of all of us. كان الأكثر دهشة فينا. He wasn't expecting things to end like this at all. لم يتوقع أن ينتهي الأمر كذلك. أول ما شافه قال له Abel Magwitch. Also known as Brovis. The police officer shouted You must come with us. لازم تيجي معنا. هشوفكم إن شاء الله في الفصل 12 اللي هو آخر حلقة في قصة Great Expectations. هشوفكم بعدين.